السلام عليكم. أثارت تعيينات في السلك العسكري جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية والإعلامية مؤخراً. اتهم منتقدو هذه التعيينات القيادة السياسية والعسكرية باعتماد الوساطة الاجتماعية والقبلية في تعيين أشخاص لا تنطبق عليهم شروط التراتبية العسكرية في مواقع حساسة في الجيش. جاء ذلك على خلفية اعتداء أركان حرب لواء المجد العقيد محمد علي القوسي نجل محافظي ذمار اللواء علي القوسي، اعتدائه على مسؤولي مالية اللواء نقيب صالح البرعي، على خلفية رفضه صرف رواتب 571 فرداً يقول الأخير إنها لأفراد وهميين. القضية أحيلت إلى الشرطة العسكرية للبت فيها بعد إجراء التحقيقات اللازمة. هذه المشكلة أثارت قضية التعيينات الفاسدة في الجيش الوطني الذي تأسس منذ 3 سنوات بهدف تحرير البلاد من الانقلابيين. لكن نار هذه الحادثة لم تخبو، فقد شدد ناشطون كثر ومسؤولون في الشرعية عن خطورة اللحظة التي تعيشها البلاد، مضيفين أن زمن الحرب الذي نعيشه اليوم ليس هو الوقت المناسب لانتقاد أي فساد أو محسوبية داخل الشرعية، وبالذات في المؤسسة العسكرية التي تعد الحصن الحصين للدولة ورمزيتها. بين هذا وذاك نتساءل هنا، ما إذا كانت المرحلة الحساسة اليوم سبباً مقنعاً للكف عن انتقاد أي فساد أم لا؟ هل يحق للرأي العام التدخل في تعيينات عسكرية يعتبرها البعض سيادية؟ أمدى تأثير بعض التعيينات الفاسدة على الرأي العام، خصوصاً أن هادي ومن معه جاءوا إثر ثورة شعبية كان التوريث أهم أسباب اشتعالها؟ هل يقبل البعض الممارسات الخاطئة لمجرد أن الفاعل اختلف هذه المرة؟ وأخيراً، لماذا يتجاهل الرئيس ونائبه وقيادة الحكومة كل هذه الأصوات المنددة بالفساد؟ ما الذي يدفعهم للإصرار على تعيينات فاسدة في حال ثبوت ذلك؟ أو لماذا لا يتم التوضيح للناس في حال أنه لم يتخلل هذه القرارات أي محسوبية أو فساد؟ أعزائنا المشاهدين، سوف نناقش هذه التساؤلات وغيرها في حلقتنا من هذا المساء، ولكن بعد متابعة هذا التقرير للزميل محمد المقبلي. أثارت التعيينات الأخيرة لعدد من أبناء شخصيات قبلية في مواقع قيادية بالجيش الوطني بشكل يتنافى مع قانون الخدمة العسكرية موجة من الأسئلة حول مشروعية تلك التعيينات. مؤخراً تداولت وسائل الإعلام قرارات تعيين أبناء عدد من مشايخ القبائل القادمين من خارج المؤسسة العسكرية قادة للألوية أو أركان حرب لها، وتم منحهم رتباً عسكرية وصلت لرتبة العقيد والعميد دون أن يتدرجوا في الرتب العسكرية الأدنى. قبل أيام تعرض المسؤول المالي لإحدى الوحدات العسكرية برتبة رائد لاعتداء من أركان حرب اللواء الذي يصغره في السن ويكبره في الرتبة التي حصل عليها لأن والده تم تعيينه محافظاً لإحدى المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. الواقعة التي تمت بسبب استقواء العقيد برتبته ومنصبه ورغبته في صرف مرتبات وهمية كشفت عن مدى الضرر الذي قد يتسبب فيه الدخلاء على المؤسسة العسكرية على روح الانضباط والشفافية التي ينبغي التحلي بها. تقول مصادر إعلامية أن هناك أكثر من 6 ألوية عسكرية على الأقل تم تسليمها لأبناء عدد من المشايخ وتم منحهم رتبا عسكرية عليا، بينما تلك الألوية موجودة على الورق وكشوفات المرتبات ولا وجود لها على أرض الواقع. من الواضح أن التعيينات في قيادات الجيش لا تخضع لمعايير الكفاءة والأقدمية والولاء الوطني واحترام القانون، وهو المسلك الذي خيب آمل اليمنيين في النأي بمؤسسة الجيش عن الاستقطابات وشراء الولاءات والتعيينات لأسباب مناطقية وجهوية. تنقية الجيش من الأسماء الوهمية والألوية الشكلية وتعزيز حالة الانضباط ودفع مرتبات المقاتلين بانتظام ورعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى هو الخطوة الصحيحة والتصحيحية داخل بنية الجيش، وليس التعيينات وشراء الولاءات على حساب أفراده. يستحضر اليمنيون ذاكرة بناء الجيش خلال العقود الماضية وما جنته التعيينات الجهوية على ولاء الجيش، وما أكدته الأحداث الأخيرة في مسألة الجيش اليمني والقوات المسلحة إن الخلل المؤسسي واختلال التوازن الوطني ومعايير الكفاءة كان أحد أسباب عودة الإمامة وإسقاط الجمهورية. وإذا ما تمت المقارنة بين مخرجات الحوار المتعلقة بمؤسسة الجيش والأمن، فإن ما يجري من تعيينات في الهرم القيادي مخالفة لهذه المخرجات التي أكدت على معايير الكفاءة والتوازن الوطني وتنقية الجيش من الاختلالات السابقة والراهنة. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلي الآن دكتور مروان الغفوري الكاتب عبر السكايب من ألمانيا. أهلا دكتور.
مرحبا بك. أهلا دكتور. إذن يعني نحن نناقش اليوم تعيينات وصفت بأنها فاسدة في السلك العسكري، أنت كنت من كتبوا بكثافة حول هذا الموضوع، ما الذي دفعك للحديث الآن في هذه الفترة عن ذلك؟ يعني في الأساس كانت بالنسبة لي مصادفة. المصدر أونلاين نشر خبرا عن اعتداء أركان حرب لواء المجد على المسؤول المالي. كما تفضل في التقرير أن المسؤول المالي رفض تسليم أو دفع رواتب 571 اسما وهميا، لكن المصدر أونلاين أرفق بالخبر صورة خالد أركان حرب اللواء. الوالد كان يبدو في 50 من عمره، وهنا نشأ السؤال الأول: ما إذا كان النجل الذي يقود الجيش أو الذي يلعب في منزلة أركان حرب اللواء، ما إذا كان يبلغ من العمر 20 أو 25 عاما؟ بحثت عن الموضوع، ثم جاءت اتصالاتي بمن أعرف وبآخرين أيضا لا أعرفهم، وجدت أن هناك لعبة كبيرة اسمها ورعان القوات المسلحة، أطفال يقودون القوات المسلحة. في 2016 كنت كتبت مقالا حق تعيين علي محسن الأحمر نائب لرئيس الجمهورية، وكتبت مقال نشرته في هافينغتون بوست عن جنرال في مهمة غير عسكرية، وكان تقديري منذ تلك اللحظة أنا نائب الرئيس جاءت بالمملكة العربية السعودية تحديدا لكي يقوم بمهام غير عسكرية، لأن تقدير يبدو أن المملكة العربية السعودية كانت تريد أن تفكك ما تعتقد هو أنها الخارطة أو الحزام الناري القبلي الذي يختبئ وراءه علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي. فأعطت علي محسن الأحمر هذه المهمة، ويبدو أنه أوغل فيها إلى حد بعيد. طيب في سياق هذه المهمة التي تقول أنه على كان يختار أولاد تفضل. نعم طبعا. يعني في سياق هذه المهمة التي تتحدث عنها الآن، هل من غير الصحيح أن تتم وفقا للآلية التي يبدو أنها تتم فيها، أم أين الإشكالية بالضبط؟ الإشكالية الأساسية هي إشكالية بتتواجد في ما نسميه بالأبستريم أو في منطقة توليد التيار. لدينا جيش قيد التشكل، هو جيش يمني أو جيش في الأراضي اليمنية، نطلق عليه تجاوزا جيش وطني، لكن كلمة أو تعريف جيش وطني لا ينطبق عليه حاليا. بيتكون مبدئيا من 7 مناطق عسكرية مفككة لا يربطها رابط، المنطقة العسكرية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال أو ليس بينها أي شكل من أشكال اتصال بالمنطقة العسكرية الثالثة مثلا. المنطقة العسكرية الأولى والمنطقة العسكرية الثانية هما منطقتان بتتواجدان في شرق اليمن، في منطقة حضرموت والبهرة وما حولها. بتعيش المنطقة العسكرية الثالثة والمنطقة العسكرية الأولى والمنطقة العسكرية الثانية بتعيشان حالة حرب باردة. الشيء الوحيد الذي ابتكره هذه في تلك المنطقة هو أنه سحب المنطقة العسكرية الأولى ومنحها لقائد عسكري من أبين، بينما توغلت الضالع في المنطقة العسكرية الثانية ودخل أصبحت المكلة عمليا تحت إشراف كتيبتين عسكريتين من الضالع تدينان بالولاء لعيدروس الزبيدي. المنطقة العسكرية الخامسة بلا قائد عسكري بسبب الصراع الذي حدث على مستوى القيادات وفقدان الثقة ما بين القيادة والأفراد، سحب القائد إلى مأرب وبقية المنطقة بلا قائد عسكري. المنطقة العسكرية الثالثة أعطاها المقدشي لمقدشي آخر. المنطقة العسكرية السابعة، المنطقة العسكرية الرابعة توغلت في الحديدة وهي تقع ضمن المنطقة العسكرية الخامسة، وتركت تعز وهي تقع ضمن المنطقة العسكرية الرابعة. بمعنى أننا نعيش داخل بلازما مليئة بالتنكر مخادعة اسمها الجيش الوطني. لكن لا يعتبر الحديث عن هذا التفكك العظيم مساسا بالقوات المسلحة إلا عندما يتعرض الأمر بنقد السياسات التي يتبعها علي محسن الأحمر في مأرب وما حولها. عندئذ يتحدث أناس عن الجيش الوطني الذي يحمي الجمهورية عن الستار الحديد الأخير لهذه الجمهورية، وهو الستار مهلهل مفكك كما وضحت سابقا. يعني الإشكالية ليست في نقد أي شيء باستثناء
يعني كما تراها، باستثناء انتقاد ما يحدث في مأرب أو ما يحدث في سلطة علي محسن الأحمر؟ هذا ما أقصده تماما. يعني يختزل الآن الجيش الوطني في علي محسن الأحمر كما اختزلت الجمهورية وفكرة الدولة في هادي. دعني أعيدك فقط لحظات دقائق للوراء. وراء خلف علي عبد الله صالح هناك حشود هائلة لا يطرأ إليها شك حول كون علي عبد الله صالح هو الحامي الأخير للجمهورية، وهناك خلف الحوثي حشود هائلة لا يتوغل إليها الشك حول كون علي الحوثي هو المعنى الأخير للدولة، وكذلك الزويتي في الجنوب، وكذلك هادي، وكذلك علي محسن الأحمر. حاصل تماس أو تفاهم هذه الشخصيات الوطنية الخمسة أو الستة كان انهيار الوطن، بمعنى أنه نحن بنعيش في حالة من الفوضى أو من التفكك العظيم. ما حدث مؤخرا من بين قوسين الكشف عن ظاهرة ورعان القوات المسلحة كان مجرد عرض صغير لمشكلة عميقة بتتواجد حقيقيا في نخاع فكرة الدولة، وبتعيش في نخاع أي فكرة بسيطة عن القوات المسلحة. لكن كل ذلك يقولون أنه يضعف، يعني الحديث عن كل ذلك الآن يضعف جبهة الشرعية، ليس وقته الآن. يقول كثيرون ممن ينتقد مقالاتك، ربما ممن ينتقد كل من يتحدث عن فساد التعيينات بشكل عام في الشرعية، هذا ليس وقته الآن، هذا الملف سيأتي لاحقا بعد إعادة الدولة، بعد الانتصار على الحوثيين. هل يعني ما هي الكلمات التي ترد فيها على ذلك؟ نحن تعلمنا من أينشتاين أنه لا يمكننا أن نحل مشاكلنا بنفس العقليات التي أنتجت نفس المشاكل، وكذلك لا يمكننا أن نحل المعادلات المعقدة بنفس الآليات التي صنعت أو قادت إلى هذه المشكلة. حتى ما كان يقوله ستالين في غابر الأزمان عن بناء المستقبل بأحجار الماضي هي مسألة بتعنيف في نهاية المطاف. أننا إذا لم نبني دولة جديدة ونؤسس لجيش جديد على أساس علمي ومنهجي منذ البداية، فنحن سنصل في الأخير إلى نفس النتائج التي توصلنا إليها سابقا. طيب ما هو الممكن دكتور أيضا، يعني في مواجهة كل يعني هناك من يتحدث على أنه لا يوجد قادة عسكريين يمكن لهم حمل الجيش الوطني كما يمكن لعلي محسن الأحمر أن يفعل باعتباره الآن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك للرئيس هادي بخبرته السابقة، وكذلك للقادة المتواجدين على رؤوس المهام في الألوية العسكرية والمناطق العسكرية المختلفة. فما هو الممكن في سياق ما تتفضل به؟ شوف، الممكن بنتعلم من نظام العصابات شيء في غاية الأهمية. حتى العصابة تستمر لأنها تقوم على مبدأ أساسي وجوهري، وهو أنها تحوز ما تحوز عليه ثم تقسم غنائمها فيما بينها بالعد والقسطاس، وهذا هو المبدأ الذي تقوم عليه العصابة من الداخل، توزيع الثروة والهيمنة بالعد والقسطاس. حتى إذا قامت الدولة على فكرة على المبدأ على هذا المبدأ، إذا سرقت فكرة الدولة هذا المبدأ من نشاط العصابات أو من استراتيجية العصابات، فإنها ستعيش. القول أن علي محسن الأحمر يشكل حاميا حقيقيا للجمهورية أو يبدو لاعبا وحيدا هو قول في غاية الخطورة، لأنه يعني أن هذا الشعب في عداد الموتى، لأنه ماذا إذا مات شخص بعينه؟ فهل سيعيش هذا الشعب مثل خراف بني إسرائيل الضالة؟ شوف، لدينا فرصة لبناء جيش حقيقي من حيث المبدأ. إذا فوتنا هذه الفرصة فسندخل في طور عظيم ومتتالي من التفكك، وقد يفوت الوقت. طيب، ألا تشفع الجهود التي قام
بها كل القادة المحسوبين على الشرعية، وإن أخطأوا الآن خلال الفترة الماضية يعني استعادة الكثير من المناطق بالاستجابة للمطالبات الشعبية التي قيلت بعد دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء واحتلالهم لبقية المحافظات اليمنية بأن يتجاوز عنهم في هذه الفترة في حال أخطأوا. مبدئيا كل ضابط كبير في الجيش هو في الأساس بيقوم بعمله. كونه يكون أو يتواجد في المقدمة هو بمعنى ما زمني منح شرفا، وقد حاز هذا الشرف، لأنه الشرف يعرف تاريخيا كما يعرف اجتماعيا، هو احترام الناس لك وتقديرهم لمركزك ولمكانتك. فأن تكون في قيادة الجيش تقود كتيبة أو ما شابه أو لواء، أنت في هذه المهمة أنت بتؤدي وظيفة، أما المقابل هذه الوظيفة التي تؤديها أنت فأنت تحصل على راتبك وتحصل على شرفك وهي قيمة مضافة. أنا كطبيب مثلا لا يمكنني أن أمن على الناس ليل نهار إنه أنا أعالج أحرس المدينة وأعالج الناس في كل لحظة، لكن بشكل ما من الأشكال يتواجد قائد الجيش في المقدمة وهم يرتكبون أخطاء كبيرة جدا، وهذه الأخطاء ستكون تكلفتها على المستوى الجماعي هائلة وضخمة. وإذا لم نستطع أن نوقفهم الآن وأن نقول بشكل واضح أنكم ارتكبتم جرائم وطنية، لأن هناك فرق ما بين الأخطاء الصغيرة وما بين الجرائم الوطنية، فسندفع الثمن فيما بعد غاليا صدقني. طيب الآن الحوثيون يشاهدون ما يحدث، ربما يستفيدون من ذلك بشكل أو بآخر، أيضا يشاهد ما يحدث الأفراد العسكريين أو الجنود يشاهدون ما يحدث، ما هو الموقف بالنسبة لهم أمام كل ذلك؟ ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه برأيك إزاء هذه الحالة من أن الجيش الذي يقال على أنه وطني كما تقول ليس كذلك؟ في عام 93-94 أنتج المفكر الأمريكي الشهير فوكوياما كتابا عن الثقة، كتاب من أكثر من 500 صفحة بيتحدث عن فكرة الثقة، عن الثقة، ثقة الأسرة بالأسرة والفرد بالفرد والفرد بالقائد والقائد بالجندي والمواطن بالجندي، وأن هذه الثقة بتشكل فيما بعد في الصورة الأخيرة ما يشبه البلازما التي تحفظ المجتمع، وأن هناك مجتمعات تفوقت في مسألة الثقة مثل المجتمعات اليابانية والألمانية ونجحت فيما بعد، وأن انهيار الثقة هو أكثر ما يصيب المجتمعات، هو الضربة التي يمكن أن تقضي على مجتمع بعينه. مثل هذه الخطايا الوطنية الكبيرة هي تفقد الجندي ثقته بقائده، وتفقد المواطن ثقته بجنديه، وتفقد المواطن ثقته بالمواطن الآخر. وعندما يكون لديك شعب هو في الأساس يتواجد في لحظة زمنية هلامية وغير مستقرة، ثم في هذه اللحظة غير المستقرة أيضا يفقد ثقته بكل شيء، معنى أن تعيش حالة انهيار ثقة كبيرة جدا، أنت في هذه اللحظة تحكم على مجتمع ما بالفناء. تعلمت أنا من منصور ويلسون في كتابه الذي صدر سنة 2009 أحد كبار علماء الاقتصاد في العالم، تعلمت مبدأ في غاية الأهمية، وهو بيقول أنه إن سرقة واحدة في المجتمع، سرقة واحدة في مدينة آمنة يمكن أن تتسبب في انهيار مدينة، لأنها ستدفع أولا ستثير بلبلة، ثم ثانيا ستدفع الاقتصاد كله في اتجاه فلسفة صناعة الأقفال، ثم ستدفع الدولة أو السلطات إلى توجيه الإنفاق العام كله باتجاه السياسات الأمنية والإجراءات الأمنية، ثم أيضا ستقلل ما يسمى بالموتيفز أو الدوافع، دوافع الإنتاج، وبالتالي سينسحب التجار وسيوفر الناس الذين تعودوا على أن ينفقوا أموالهم أو يستثمروها، سيخبئون أموالهم، وبالتالي ستقل فكرة إنتاج الفرص. بمعنى أن حادثة صغيرة مثل سرقة متجر بإمكانها أن تهز استقرار مدينة إلى ما لا نهاية. عندما يكون لديك جيش هو أيضا في طور التشكل وتحيط بمجموعة هائلة جدا من الشكوك، ثم تكتشف فجأة أنت كجندي أو تكتشف فجأة أنت كمواطن بسيط أن هذا الجيش يسلم على نحو سلس وتدريجي وهادئ وبطيء وسري لمجموعة من الصبيان، لا لسبب سوى لأن آبائهم الذين أساسا سبق أن عملوا بكل جد وبكل اجتهاد لكي يفككوا هذه الجمهورية، أن تحال إليهم هذه الجمهورية الثانية والثالثة والرابعة صرف النظر. أنت أكثر الشيء الأساسي الذي ستفقده أنت في هذه اللحظة، لحظة التأمل
والارتباك وأنك ستفقد ثقتك. طيب. وبالتالي إذا فقدت أنت ثقتك كمواطن وفقد الجميع ثقتهم، نحن نعيش في حالة من اللاذقة. هل من المنطق الحديث عن ذلك دكتور؟ يعني أنت تتكلم الآن عن النموذج يعني وصول حالة الثقة في اليابان في ألمانيا، لكن نحن الآن في اليمن. يعني كثيرون يركزون على أن من ينتقد هذه الأشياء يعيشون في الخارج، أنهم معزولون عن الواقع، ربما ينطلقوا أيضا من يعني من حملات لدول معينة. هل هذا سياق الانتقاد صحيح أو منطقي؟ يا سيد العزيز، أنا لا أتحدث عن ألمانيا سنة 2017، أنا أتحدث عن ألمانيا سنة ما يسميه الألمان في الشتوندا نول أو الساعة صفر، عن ألمانيا سنة 1945، لأن ألمانيا سنة 1955 أحيط بها مصطلح شهير جدا اسمه المعجزة الألمانية. خلال 10 سنوات من انتهاء الحرب استطاعت ألمانيا أن تقوم على قدميها وأن تحمل أوروبا على كتفيها، وكان السبب الأساسي الرئيسي هو الثقة التي شكلت رابطا حافظ على تماسك هذه الأمة بعد ضرب هائل أفقدتها أكثر من 6 مليون قتيل وأكثر من 15 مليون مشرد. بمعنى ما أنا لا أتحدث، والله إذا كنت تريد مثلا، أنت بصرف النظر أي شخص آخر يريد أن يقول أنني مثلا أنا ككاتب أصدر عن ولاء لجهامة بعينها، فبإمكانك أن تمنحني هذه التهمة. في الأخير هذا كلام فارغ، لأنه في نهاية المطاف لدينا نحن لم نشاهد أخطاء، وإنما شاهدنا جرائم، وهناك فرق ما بين الجريمة الوطنية وبين الخطيئة. أن يمنح طفل في 23 من عمره جيشا بأكمله هي جريمة أخلاقية وجريمة قانونية وجريمة وطنية، وليست خطيئة فنية. القول بأن هذه خطيئة فنية هو بالضبط ما قاله علي عبد الله صالح عندما أطلق مصطلح الحروب الإدارية على 6 حروب أجراها مع الحوثيين، عندما قال كانت خلافات إدارية مع الحوثيين بمعنى حروبا إدارية. والقول أن منح جيش لأطفال هو خطأ وليس جريمة يشبه تماما ما قاله علي عبد الله صالح. للأسف نحن نعيد جيشنا بنفس الطريقة التي بني بها ذلك الجيش الذي فجأة وفي لمح البصر ذهب في اتجاه آخر لا يؤدي إلى الجمهورية، ذهب في اتجاه آخر أدى إلى ملكية غابرة، لأنه بني بالطريقة نفسها. ومن المثير للضحك أيضا أن أحد الأطفال القادة بيقود جيشا في الجمهورية وشقيقه يقود جيشا مع الملكية. هذه فوضى حقيقية بتعكس أو بتشيب وجود مشكلة عميقة جدا، مشكلة بنيوية بتتواجد في نخاع عظام الدولة التي نزعم نحن أنها في طور التشكل. أشكرك دكتور مروان الغفوري الكاتب، كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا، على تواجدك معنا في حلقة اليوم. مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير بعده نستأنف الحوار مع الضيوف الذين سينضمون إلينا، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني التي نناقش فيها الجدل حول التعيينات العسكرية في الجيش الوطني الذي يبدو أنه يتصاعد خلال هذه الأيام. ينضم إلينا الأستاذ توفيق السامع الصحفي والمحلل السياسي عبر الهاتف من الرياض، أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا. إذا أستاذ توفيق، ما هي الملابسات التعيينات برأيك؟ هل هي مخالفة للقانون أم أنها تأتي وفق مبدأ صحيح، مبدأ الجيش الوطني؟ كل تأكيد هذه مخالفة للقانون، مخالفة صريحة ومخالفة لمخرجات الحوار الوطني التي تنص إحجاب وجهه على أن تكون هناك حكومة رشيدة، وكذلك تولية الكفاءات والخبرات والأقدميات، وخاصة في المجال العسكري تحديداً يرتقي الضابط عبر يعني العديد من درجات السلم العسكري تحديدا، وليس هكذا يعني مجرد أنه خريج كلية تم وضعه على رأس قيادة أهم ألوية الجيش الوطني التي خاضت
الحروب المختلفة منذ عام 1992 تحديدا منذ أن تأسس هذا اللواء. وبالمناسبة أريد أن أوضح نقطة هامة لكي يفهم المشاهد، يعني أننا نتكلم من معلومات واقعية. أنا أحد الذين كنت منتسبا لهذا اللواء، اللواء الأول مدفعية الذي أسسه العقيد علي عمران في الفرقة الأولى مدرع بإشراف اللواء علي محسن في ذلك العهد. ومرت من خلال هذا اللواء العديد من القيادات والضباط الميدانيين الذين قادوا المعارك بكفاءة واقتدار في عام 1994، وكذلك في حروب صعداء الستة التي دارت ما بين الجيش الوطني وعصابة التمرد الحوثية. وماذا عن التعيينات الآن أستاذ توفيق؟ تعيينات التي تحدث، تعيينات في اللواء الأول مدفعية، هل يعني أنت تتحدث عن معلومات على أن فهد الشايف قائد هذا اللواء من مواليد سنة 93، ما هي المعلومات تحديدا التي لديك حول ذلك؟ أنا التقيت بهذا الشبل فهد الشايف الذي قيل أنه قائد اللواء الأول مدفعية، وهو جالس في فنادق الرياض ولم يزور الجبهات، وحتى إذا أرادت القيادة العسكرية أن تزور هذا اللواء يتم الاتصال به ثم يستقبل القيادة العسكرية في الميدان. لكن الحقيقة أن طيب اللواء الأول مدفعية، هل هو لديه يعني هل هو لديه هذه الرتبة العسكرية وهل تتناسب مع عمره؟ يعني دعنا نحدد في ذلك، في هذه النقطة تحديدا لا تتناسب مع عمره البتة. لو تعرف السلم العسكري أخي الكريم، حينما يتخرج الطالب من الكلية الحربية أو من أي أكاديمية عسكرية يتخرج برتبة ملازم ثاني، والقانون العسكري اليمني يحدد هذه الدرجات السلمية في هذه الرتب. 3 سنوات يمكث الضابط ملازم ثاني، يمكث 3 سنوات ثم يترقى بعد ذلك إلى ملازم أول، ثم 3 سنوات أخرى فيترقى إلى نقيب، ثم 3 سنوات أخرى فيترقى إلى رائد، 4 سنوات إلى مقدم، ثم بعد ذلك 5 سنوات إلى عقيد. هذا بالنسبة للقيادات. أيضا لابد أن يكون لهذا القائد الذي يتربى على قيادة أي لواء، لابد أن تكون معه الكثير من الدورات التدريبية الميدانية، أن يأخذ في بداية الأمر قيادات فصائل، ثم بعد ذلك قيادات كتائب، ثم بعد ذلك قيادات ألوية. بعد قيادة الألوية يدخل أيضا في قضية القيادة والأركان، وهذه أنت لو حسبتها لن كم من السنوات يمكن أن يأخذها هذا القائد الذي يكون بحسب القانون. لكن ما تم تعيينه، تم التعيين لمجاملات، لوساطات، أيضا لعدم خبرة وعدم كفاءة. الآن من يقود الميدان، من يقود اللواء في الميدان هم الخبراء، هم الأكفاء. هذا اللواء من أعظم الألوية التي كانت محسوبة على الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية سابقا، خاض المعارك من محافظة عمران في عام 1994 وحتى بوابة عدن، ثم بعد ذلك بعد أن قتل قائده على بوابة عدن تم إعادته إلى مؤخرة الجيش في منطقة اسمها الحبيلين، وبعد ذلك تم في عام 98 نقله إلى محافظة صعدة. اليوم حينما يتربع طفل على قيادة هذا اللواء، معنى ذلك أن هناك فساد كبير في هذا الجانب، في جانب التعيينات، جانب المجاملات الذي تقدم على. هناك أيضا من هؤلاء داخل اللواء الأول مدفعية، هناك عمداء في بيوتهم لم يباح لهم، هناك عقداء، هناك يعني من الخبرات والكفاءات القتالية الكبيرة الذين أخذوا الدورات التدريبية الواقع الميداني علمهم القيادات المدفعية الحقيقية، وليس فقط يعني قيادات وهمية أو رتب شرفية فقط. طيب لربما تكون هناك وجهات نظر أخرى في هذا السياق. على كل حال أشكرك أستاذ توفيق السامعي الصحفي والمحلل السياسي الذي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأرحب بالسفير السابق السيادة السفير أو معالي السفير سعادة السفير عبد الوهاب طواف إذا الذي ينضم إلينا من لندن. سعادة السفير، يعني هذا القرار الذي كان يتحدث عنه السيد توفيق السامعي في الوثيقة التي نشرت هو صادر عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، كيف مر مثل هكذا قرار إذا كانت المعلومات التي وردت في حديث الأستاذ توفيق صحيحة؟
اهلا وسهلا ومرحبا. اولا نشكر القناه قناه بلقيس على تناول هذه المواضيع الهامه، وكذلك اهنئ قاده الجيش والجنود والصف والمقاومه في كل الجبهات على التقدم الطيب، ونهنئ الشرعيه على النجاحات التي حققوها خلال الفتره الماضيه. حقيقه هناك قرارات وهناك ممارسات خاطئه من 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 الشرع عندما ننظر الى 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 اليها من زاويه اننا نسعى الى استعاده الدوله باسس ومنطلقات صحيحه. اولا اذا كانت الحمله او القضيه موجهه لسياده النائب يعني من اجل اغراض سياسيه او شيء، ابدا النائب مهتم بالميدان والنائب في مقدمه الصفوف ويرى في 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 كثير من القضايا مع 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 الاخوه في التحالف اشياء لا نراها نحن من بعد. اولا هذه الوثيقه هي مزوره على الاخ النائب، وبالنسبه للقرارات قرار سواء الشايب او المكتشي او القوسي او كثير من القيادات هي فعلا موجوده على الارض وقراراتها. انا من وجهه نظري الخاصه اتمنى انها ما فطرت، ولكن النائب ليس هو المخول او وراء هذه مثل هذه القرارات. هناك التحالف، هناك الرئيس، القائد الاعلى للقوات المسلحه، وهي مسؤوليه جماعيه. الا ان هناك نقطه في غايه الاهميه يجب ان لا نغفلها، الميدان له رجاله وله سياسته، فمن من 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 الخطا ان نحن كمدنيين ان نشخص ونخوض في قضايا الحاضر يرى ما لا يراه الغائب. الحمله التي طيب. شنت او وجهت باتجاه نائب الرئيس هذه الايام حقيقة قرضها سياسي، ولا أدري من أين تدار في هذه الأثناء الذي نرى فيه كل الجبهات تتقدم وتحرز الانتصارات ونحن على أعتاب مرحلة جديدة لاستعادة اليمن. طيب دعني أنقل هذه النقطة للضيف الذي ينضم إلينا الآن، الكاتب والصحفي الأستاذ عبد العزيز المجيدي الذي ينضم لنا عبر الهاتف. انتعز إذن من من الخطأ على المدنيين أن ينتقدوا هذه التعيينات، لأنه كما يبدو أن الرئيس ونائب الرئيس والتحالف يرون ما لا يرى الناس، أي كما فهمت لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم. أستاذ عبد العزيز، هل هذا الحديث برأيك يعني سمعت هذا الكلام؟ ما هو طرحك أنت؟ مساء الخير. أهلا. أعتقد بأن ما يتعلق بممارسات السلطة الشرعية وقياداتها ويجب أن تخضع بشكل كبير لرقابة شعبية واسعة، ليس هناك قطاعا يجب أن يظل غامضا وبعيدا عن أعين الناس. بالعكس أعتقد أنه في هذه اللحظة بالذات يجب أن يكون كل قطاع من القطاعات وكل مجال ومؤسسة في الحكومة خاضعة لرقابة شعبية واسعة لاعتبارات كثيرة. أولا لانعدام مؤسسات رقابية فاعلة وتستطيع أن تقول أو تكشف الحقائق للناس وتقول للناس ما الذي يجري تحت الطاولة، وبنفس الوقت أيضا لأننا في مرحلة تأسيس وبناء، وبالتالي نحن بحاجة إلى رقابة شديدة وواسعة على كل القرارات والسياسات التي تنتهجها الحكومة والمسؤولين الحكوميين في كل القطاعات سيما القطاع العسكري. لماذا القطاع العسكري يا سيدي؟ لأن هذه المشكلة التي كنا نواجهها خلال الفترات الماضية أدت قبل 3 سنوات أو قافي أدت إلى إنتاج ما سمي بكارثة 21 سبتمبر الانقلابية. لو كان لدينا مؤسسة عسكرية متماسكة لديها عقيدة وطنية وتعرف تماما ما هي مهامها ووظائفها لكان الوضع مختلف تماما، ولما شاهدنا مؤسسة عسكرية تتحول في النهاية إلى ملكية وإقطاعية خاصة لعائلة علي عبد الله صالح يلعب ويلهو بها كما يشاء، وبالتالي يكلفها بتسليم مفاتيح العاصمة صنعاء للحوثيين والميليشيات الإيرانية، وبالتالي حصل ما حصل وانتهت كل هذه الأمور إلى هذه الملهى الكبيرة التي عصبت بالبلد ودمرت الناس وقتلت الناس ودمرت البلد وأنهكت الناس ووصلتنا إلى ما وصلت إليه. اليوم البلد في حالة انهيار شبه تام، والسبب هذه السياسات التي أوصلت
وصلتنا إلى هذه النقطة وحالة الصمت التي سيطرت والتواطؤات التي سيطرت على النخبة السياسية خلال فترة حكم علي عبد الله صالح. وبالتالي خلال هذه المرحلة حيث بينما يقوم أو بينما ينزف الناس والمقاتلين المخلصين في الجبهات و تدور روح المعارك والقتلى بالآلاف والجرحى، نتحدث ربما عن أكثر من ذلك، هناك من يحاول إعادة إنتاج سياسة تقوم على أساس إنتاج شكل من الامتيازات لطبقات ومراكز نفوذ بهدف إعادة إنتاج وموضعة نفس المراكز هذه لعرقلة بناء أصلا وجود دولة. ماذا نريد بعد هذه الحرب الدامية؟ ما الذي نريده؟ هل نريد أن يستمر نفس الأداء الذي أنتج الكارثة كارثة 2014 أم أننا نريد أن نتجاوز هذا المأزق وأن ننتج دولة مؤسسات قائمة على أساس الاستحقاق والكفاءة وبنفس الوقت أيضا الابتعاد عن فكرة الامتياز ومنح استفاءات اجتماعية أو سياسية وما شابه؟ طيب. اليوم الحوثي يستند بدرجة رئيسية على عقيدة دينية تجعله بنظره وبنظر مشايعي أنه هو الأحق بالولاية والحكم، وبالتالي هناك أيضا في نطاق أوسع وربما دائرة اجتماعية معينة أن هناك أيضا أحقيات واصطفاءات اجتماعية لازمة يجب أن تأخذ استحقاقها مقابل لا شيء. يعني حتى مثلا إصدار القرارات التي تتم مثلا من أجل إنشاء ألوية عسكرية لأبناء مشايخ ومسؤولين مقابل ماذا؟ هؤلاء المشايخ عبارة عن أبع حتى على لحظة الحرب الآن في هذه اللحظة، ماذا فعلوا هؤلاء الناس؟ من الذي حشدوهم في الجبهات وغيره؟ طيب ابقى معي ابقى معي استاذ عبد العزيز، هي عبارة عن يعني رشا يتم منحها لأشخاص ويتم على ضوئها بناء ثروات طائلة من ظهر ودماء اليمنية، وبالتالي لا شيء يتحقق، لا يتم استغلال النفوذ بالشكل اللازم بحيث يتم رفض الجبهات كما يفعل الحوثي على الأقل، ولا هؤلاء الناس تركوا الآخرين يقاتلون كفوا أذاهم عنا. ابقى معي أستاذ عبد العزيز، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد العزيز. دعني أنقل كلامك هذا إلى السيد عبد الوهاب طواف سعادة السفير. الآن يعني أنت يعني كما فهمت من كلامك أنك تطالب بالثقة بالقيادة السياسية والعسكرية للبلاد في هذا الظرف، لكن كثيرون منهم على ما يبدو الأستاذ عبد العزيز المجيد يقولون أنه كيف يعني يمكن ذلك أن يحدث بعد التجارب المريرة التي خاضها اليمنيون وفي إطار الحساسية العالية للظرف، مسألة تأسيس الدولة اليمنية، تأسيس الجيش الوطني اليمني، كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ أنا لا أختلف مع الأستاذ عبد العزيز وأوافق في كل نقطة، وفعلا يتكلم من مرارة ومن شخص يريد أن يرى الأمور تتجه إلى دولة، لكن حقيقة أخواني الأعزاء نحن في حرب لا نمتلك دولة بالأصح. الآن الحكومة الرئيس والقيادة كلها مشتتة في الخارج، وبالتالي نحن نخوض أسد شرعية تخوض حربا شرسة لاستعادة الدولة. الدولة هي في الداخل، وبالتالي يكون حربنا ونقدنا نقد بناء بما يسهم في تعزيز الجبهات. كيف يكون النقد البناء أستاذ عبد الوهاب حتى يعني يعرف الناس هذا النقد البناء؟ يعني كما تركت ضيفنا الأخ تفضل المجال. أخي العزيز، أعتقد أن صوتي أنا بالنسبة لي مرتفع على مر الوقت في نقد ممارسات الشرعية، ولا أعتقد أن حتى قناتنا العزيزة بلقي سبقتني في هذا الكلام. أنا أنتقد ممارسات تأتي من الرئيس ومن النائب ومن الحكومة على مدار الساعة. مثلا اليوم نص الدولة نص مناصب الجمهورية اليمنية من أبين، والنص الآخر موزع بين المحافظات الجنوبية الأخرى وبين المحافظات الشمالية الشمال همش. هناك قافلة من مناصب الدولة في الحكومة والسفراء راحت لمن لا يستحق من المتقاعدين ومن الأشخاص الغير أكفاء. ولكن أخواني الأعزاء نحن في معركة، نحن في معركة، يجب أننا ننتقد بصوت بما لا يضعضع آمال الذين يقدمون دماءهم في الجبهات. حقيقة الجبهة العسكرية أفضل من الجبهة المدنية في بالنسبة في نقاط الضعف أو الفساد. الجبهة العسكرية حققت
انتصارات طيبة، وبالتالي يجب أننا ننتقد في 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 قنوات في القنوات الشرعية، وبإمكاننا أن نغير من داخل الشرعية، ولكن أنا لا أقر هذه الممارسات، ولكن في قرارات ممكننا كمدنيين ننظر إليها من وجهة نظرنا أنها غير موفقة، ولكن التحالف والشرعية لهم رأي آخر. أخواني الأعزاء، يجب أن يكون نقدنا بما لا يسهم في خلخلة الميدان. نحن في قاب قوسين أو أدنى من استعادة الدولة. متى ما استعدنا الدولة ستنتهي كل هذه النتوءات. اليوم أنا لست راضي عن كل الممارسات التي تأتي من الشرعية، من كثير من الشرعية. الآن سكرتير في مكتب الرئيس يصدر قرارات الوزراء وسفراء وقاده وأشياء لا يمكن أنتم لا تدركوا حجمها وهولها، ولكن هناك فعلا في داخل الشرعية طيب الآن أشخاص لا يهمهم إلا المنصب والمال. ولكن أخواني الأعزاء، نحن يجب أن نساند الشرعية. هذه الشرعية التي نمتلك، لن نأتي بشرعية من المريخ. هذه الشرعية التي بين أيدينا، التي أصبح العالم معترف بها، وبالتالي نحاول أن نسهم بكل جهودنا لدعم الجبهة العسكرية ودعم الأخ النائب والحكومة وكذلك الرئيس وكل الجبهات بما يستعد دولتنا. ومتى ما تم استعادة الدولة ستختفي هذه النتوءات التي ظهرت طبقة كبيرة انتهازية، بل هناك داخل الشرع من لا يريد المعركة أن تنتهي، لأن بانتهاء المعركة ستنتهي عليهم المغانم التي جنوها خلال هذه الفترة. أخواني الأعزاء، نوجه معاولنا ونوجه أقلامنا. طيب أستاذ عبد الوهاب، كتائبنا لاستعادة الدولة. سعادة السفير، الآن يعني بدقيقة أرجو منك أعطني الآن حلا. الوضع هو كما يعني حاصل، هناك تعيينات يصفها الكثيرون بأنها تعيينات أطفال في السلك العسكري في الجيش الوطني، والناس يريدون جيشا وطنيا، يريدون دولة، يريدون التخلص من الانقلابيين. بدقيقة، ما الحل؟ أخواني الأعزاء، الجبهة العسكرية في أفضل حال، والجبهة العسكرية تحرز نجاحات وتحقق نجاحات لا في كل المحاور. يجب أننا لا نخفض ولا نسخر ولا نستهزئ ولا نقلل من حجم التضحيات التي تقدم في كل المحاور. الجبهة العسكرية والقوات المسلحة والمقاومة يبذلوا الغالي والنفيس في سبيل استعادة الدولة. هناك مواضع أخرى يمكن أن نكون أشكرك. أو نكون قوة لتصحيحها، ونحن بصدد هذا. هناك اجتماعات هذه الأيام تدار لقناع الأخ الرئيس بتصحيح كثير من الأوضاع، وإن شاء الله نستطيع أن نصحح كثير من الأشياء. أشكرك سعادة السفير عبد الوهاب طواف، السفير السابق في لندن، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ عبد العزيز، نفس السؤال. هذه الورطة التي يشاهدها اليمنيون، هناك حاجة للجيش الوطني وعودة لمؤسسات الدولة، ما هو الحل برأيك؟ اولا هناك اشكاليه كبيره عندما يتم مثلا وصف مثل الانتقادات التي توجه للقرارات والسياسات التي تنتهج السلطه الشرعيه وقياداتها باعتباره شكل من اشكال الهجوم والمواجهه ايضا والرفض للشرعيه نفسها، وهذا خطا صادق. هذه او هذا نقد ورفض لكثير من السياسات التي اصلا في النهايه ستفضي الى ضرب الشرعيه نفسها. عندما يتم إصدار قرارات لأفراد ليسوا أبناء مؤسسة عسكرية وإنما عبارة عن تلفيقات لأشخاص ومراكز نفوذ يتم مدهم بوسائل من شأنها أن تتحول إلى مصادر ثراء لهؤلاء الأشخاص، وأحيانا يتم تسويقها لاعتبارات اجتماعية وقبلية لأن مرادات هذا الطرف أو ذاك في من الناس أو صاد سيساعد الشرعية وسيقلب إليها ما أدري ما الذي سيحدث. نفس المقايضات التي كانت تحدث في الستينات وما بعدها لازلنا نقدر التاريخ بكل تفاصيل. ما الحل؟ ويتم إعادة إنتاج ذات الثقافة التي دمرت وضربت الجمهورية في الصميم. اليوم يا سيدي يجب على السلطة الشرعية أن تعرف بأنها ليست شرعية فقط عبارة عن شيك على بياض من الناس، لدي التزامات يجب أن تقوم بالتزاماتها. البناء جيش وطني يقوم على أسس ومعايير الكفاءة والمهنية وأيضا على أسس وطنية، هو الضامن الوحيد لانتقال البلد إلى مرحلة ثانية. أما مسألة لأن الرئيس هو أدرى ونائب الرئيس أدرى ورئيس الوزراء أدرى والتحالف أدرى، هذه هي الثقافة التي ستجلب علينا الويلات. يجب على الناس أن يقولوا كلمتهم ويقولوا لهذه السلطة أنت توقف
طبعا ندري هذه السياسات التي تضر اصلا باليمنيين وتضر حتى بها في النهايه كسلطه شرعيه تريد ان تعود وتسيطر على المناطق التي تحت سيطره الانقلابيين. هذه الطريقه التي تنتهي، هي لا تساعد على انهاء الحرب على انجاز الاهداف المعلنه، وبنفس الوقت هي اصلا تتناقض حتى مع مخرجات الحوار الوطني التي نتشدق بها طوال الوقت. اذا لم نبدا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالقدره التي متاحه الان فمتى سنفعل؟ من الذي يتحدث الان ويحاول ان يسمع تدريبات بهذه السياسات؟ أشكرك. ويقول هناك امور يعني عمليه واستحقاقات ومعطيات معينه يجب على الناس ان يراعوها، نقول لهؤلاء الناس ما ليس مطلوبا من هؤلاء ان يفعلوا شيئا باستثناء ان يتوقفوا. اشكرك اذا استاذ عبد العزيز المجيد الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. في الختام تقبلوا تحياتي انا وجيه السمان وتحيات الزملاء منصور النقاش واسامه عادل ومحمد المقبلي وبقيه الافراد في الطاقم الفني، الى اللقاء.